ايوه مين؟ مساء الخير. مساء النور. هو انت كنت بتدوري على حاجه؟ اصلي سمعتك بتكلمي مدام فريده انك بتدوري على حاجه. ايوه فعلا حصل. طب اتفضلي اتكلمي. اقعدي. بصي يا ستي، الاول كده اعرفك بنفسي بقى. انا اسمي دكتوره نجاة، دكتوره نفسيه. دكتورة مجانين يعني؟ كلنا مجانين. عندك حق، احنا لو مش مجانين كنا. هو انتي بتدرسي ايه؟ تجارة ومنين بقى؟ من مصر. كلنا من مصر. منين من مصر؟ من اسكندرية. كويس اوي. طب تحبي اعملك حاجه تشربيها؟ لا شكرا، اصل زميلتي مستنيه في الأوضة. طب انتي مالك متوترة كده ليه؟ متخليها تيجي تقعد معانا؟ لا انا نسيت حاجة مهمة بس اعملها. طب يعني ما تكلمنيش. هو انت هنا وانا قاعدة قلقانة في الأوضة من اللي بيحصل؟ انت مش قلت هنتقابل هنا؟ أيوة. في ايه؟ في ايه؟ ايه، لقيتي حاجة؟ لا ما لقيتش. هي مين اللي جت؟ مدام فريدة، كنت سامعاها بتقول لأم شهاب تطلع تشوف شاري عشان موبايلها كان مقفول، خفت تكون شافتك قلت ارن عليك. يا ستي ولا شافتني ولا حاجة. طب ايه؟ لقيتي الخزنة ولا الفلوس ولا الذهب ولا أي حاجة؟ ما لقيتش حاجه خالص. نعم. والله ما لقيتش حاجه. فيلا طويله عريضه زي دي ما فيهاش حاجه ازاي يعني؟ بصوا، هي في اوضه كده غريبه مليانه انتيكات وحاجات قديمه كده. والفلوس والذهب. لا يلا بينا احنا، وانت بقى شوفي حل تاني. يا اختي اصبري، مستعجله على ايه؟ اصبري انت وهي. ايه ده؟ بصوا، هي في اوضتين تمام؟ اوضه بتاعت فريده دي انا متاكده ان هي فيها الذهب، ماشي؟ تاني اوضه بقى ودي الاخيره. الاوضه دي انا متاكده ان هي فيها خزنه، حاجه مستخبيه كده، وانا هفضل وراها لغايه ما اجيبها. بصوا يلا يلا، ناموا 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 انتوا الاثنين وسيبوني انا هفكر انا هعمل ايه. ناموا بقى. ما ضربوك ولا ايه؟ لا يا باشا، اصل انا وقع عليا اتوبيس، قصدي وقعت من الاتوبيس. وهي وقعت الاتوبيس تعمل في خلقتك كده؟ طب هنعمل ايه يا باشا دلوقتي؟ يا باشا انا داخل الفيلا دي النهارده، بس يا رب بقى افتكر الشهادة. شهادة؟ انا ما كنتش واثق فيك من الاول. يا باشا اديني اخر فرصة، انا نفسي اخدم وطن. لا لا لا، امشي حمادة امشي. حسين بيه، اديله فرصة تانية، خليه يروح النهاردة. يا باشا دي اخر فرصة، بس اخر فرصة. المرة دي لازم تبقي معايا يا شوشو، مش هينفع ما تجيش. فيفو فيفو شريهان دليل فيفو.
مروان. مين؟ صدقني يا عمي، صدقني انا كل شويه اشوفه بيكلم عفاريت، انا خايف لا يكون اتلبس. لبس يا ابني فال الله ولا فالك. انت متاكد بالكلام ده؟ باين كده يا ريحان. بص بقى يا عمي، احنا لازم نوديه لشيخ. انا بقول لك بشوفه كل شويه بعيني دي يكلم عفاريت وعفاريت تكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقلقش يا ريحان، انا اعرف شيخ بيطلع الحاجات دي كويس قوي. ايوه، حتى ابوك السعيد انت عارف ده ابني الوحيد، وامه لو عرفت كده في البلد عليها يطير. اكيد الموضوع بسيط، تلاقيه رمى ميه سخنه في الحمام ولا حاجه. بص يا عمي، المهم ان هو يقتنع، لاحسن هو اصلا مش معترف بالموضوع اساسا. مش معترف ايه؟ هو ملبوس رسمي، احنا نوديه غصب عنه ان شاء الله حتى نقتله، المهم نخرج العفريته منه. قول لي يا عموره، يا العفريته دي حلو مش حلو؟ شكل الفيلا ما فيهاش فلوس ولا ذهب. نعم يا اختي، الفيلا ما فيهاش فلوس. انت هبله بنت ولا ايه؟ يا جماعه اصبروا بس، اكيد فيها، انا لسه بدور. انا بفكر نقلب البنات الموجوده وخلاص. اسكتي انت، هناخد منهم ايه؟ دول غلابه. وبعدين انت كنت عايزه 5000 جنيه، دلوقتي مش عايزه اكتر من 20000 جنيه عشان جوازك وجهازك. والله استنى بس، اكيد هنلاقي فيها اكتر من كده بكتير. انت شفت حاجه بنت صابرين؟ لا بس بص، انا شفت كده اوضه فيها حاجات قديمه كتير قوي. حلو قوي، هتلاقيها اثار. بقول لكم ايه، ليمون عليها وانا عندي اللي يصرفها. اشربوا البرتقال. خير؟ احنا لقينا بنتك صح بجد؟ فين؟ يلا نروح لها. للاسف لقيناها جثه في النيل. متأكد ان هي سحر؟ تعال معايا عشان تتعرف عليها. هاي مداد، هاي هاي يا هادي يا انت، روح البنت مش هتسيبك وهتفضل معاك، هتفضل معاك لانها محبوسة وعايزة اللي يحررها. يحررها ايه يا سيدنا الشيخ؟ دي انتحرت. بص يا ابني، الروح لما بتموت مقتولة، مشنوقة، مخنوقة، بتفضل متعلقة بين السماء والأرض وبتحوم حوالين الناس اللي بتحبهم، ولما بتكون روح شريرة بتحاول تأذي اللي قتلها. بقول لكم يا جماعة، يلا بينا، انا مش ناقص كلام تخريف بقى، يلا. ما تهدى بقى يا مروان، اهدى بقى يا اخي. شفت؟ اهي حضره يا سيدنا الشيخ، يلا شوف شغلك بسرعه بقى. اهدى اهدى يا مروان، البنت مش هتسيبك، روحها مش هتسيبك وهتفضل معاك، واحنا هنحاول نعرف هي عايزه منك ايه بالظبط. هي بصراحه عم الشيخ كانت بتحبه. بتحبه؟ يبقى مش هتاذيك، مش هتأذيك. هاي ايه ده؟ انت حد حضرها ولا ايه؟ لو اللي بيصلنا الشيخ بلاش تحضرها. لا هاي هاي صبري صبري يا
يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا يالا؟ مصلحه كبيره قوي. هو انت ساكنه هنا؟ ايوه. ليه؟ اوعى تكون جاي تقلب الفيلا دي ولا حاجه. بقول لك ايه، ما ينفعش خالص، دي مليانه كاميرات في كل مكان، وبعدين ايه كل اللي فيها عيال مقشفره كده وما عندهمش اي حاجه. الموضوع مش كده خالص. امال ايه؟ تعالي معايا بس وانا افهمك. اجي فين؟ انت بتكلم مين؟ استني بس باشا، انا لقيت لك اللي يعمل لك كل اللي انت عايزه وانت مطمن على الاخر. ماشي يا باشا، انا جاي. مع السلامه. انا كنت شاكه في الفيلا دي، اكيد صاحبه الفيلا وراها حكايه. ولا هما بقى عايزين يزرعوا كاميرا في الفيلا علشان كده؟ خلي بالك، او البيت هيدفع كتير بالنص. طب والظابط هنعمل معاه ايه؟ تشغليش بالك، انا اتفقت مع ابو البيت على 5000 جنيه، انت 2 وانا 3. ايه؟ انت 3 وانا 2؟ لا يا اخويا، النص بالنص، 50-50. يا بنتي خلي عندك دم، مش انا اللي جايب المصلحه؟ وبعدين انت لسه هتقلبي الفيلا وانا مش عارفك. ماليش دعوه برضه، 50-50. ماشي ماشي، المهم هفهمك تعملي ايه بالظبط. مساء الخير يا أنس شيرين. مساء النور. حضرتك النهارده اليوم العالمي للورد، واحنا في المحل اللي جنب النادي قررنا نوزع ورد على كل البنات الحلوه. اليوم العالمي للورد؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. حضرتك ما تعرفيش ده ليه؟ ده تاريخ مكتوب والناس بتحتفل بيه كل سنه. انا أول مرة أسمع عنه. أنا ممكن أحكي لك عن تاريخه. لا 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 شكرا، مفيش داعي. بس أنا ملاحظة إن مفيش حد غيري يتوزع عليه ورد. لأن مفيش حد غيرك يستاهل الورد ده. نعم؟ أنا بقالي فترة مراقبك. بتراقبني؟ لا مش قصدي حاجة. أنت بتيجي تقعدي هنا مع تيتي، وأنا حاولت أخليها تعرفني عليك. وأنت تعرف تيتي منين؟ أنا اتعرفت على تيتي علشانك. عشاني؟ أيوه، من ساعة ما شفتك وأنا حاسس إن في حاجة جوايا ناحيتك، عاوزة تقربني منك. والأيام اللي ما كنتيش بتيجي فيها كنت بروح عند الفيلا اللي أنت ساكنة فيها وبلف حواليها يمكن أشوفك. ألو. تمام تمام، أنا جاية. خلاص خلاص جاية في الطريق. أنا لازم أمشي دلوقتي، بس عايزة أقول لك حاجة. يمكن طريقتك في الأول عجبتني، بس لازم تفهم إنه مش أنا اللي أنت بتدور عليه. استني بس، أنا اسمي أسلام، محاسب في بنك استثماري، وعندي محل ورد في المهندسين، وأنا بجد معجب بيك. ميرسي على الورد يا أسلام، يا ريت ما نتقابلش تاني حتى ولو صدفة. لا يا ابني انا مش حاسب. ما لازم ابخرك واحميك في النيل. نيل ايه بس؟ نيل ايه بس يابا اللي انت عايز تحميني فيه ده؟ ما دام سيدنا الشيخ قال لازم تنزل في النيل يبقى لازم تنزل في النيل. بقول لك ايه يا مروان، احنا لازم نشوف حد تاني يطلع العفريته دي. يا جدعان انتوا مصدقين اللي حصل ده كله؟ طبعا مصدقين. انت ما شفتش النار والرعب اللي احنا كنا فيه؟ يعني شويه دخان على شويه بخور يعملوا فيكوا كده؟ يعني انت يا ابني ما بتطلعلكش العفريته دي؟ هي حضرت ولا ايه؟ شكلها حضرت. بقولك يا عم رحان، بقوا حاجتين،
هننزله في النيل وهنعمل له زهر كمان. زهر وفي النيل؟ طب والله فكرة. ايه ده؟ يعني سحر اختفت من الفيلا فعلا؟ هو انا سمعت كده وعرفت ان نيلي كانت بتحاول تثبت بأي طريقة ان شيرين هي اللي عملت السحر كده وخلتها تختفي. طب وشيرين هتعمل فيها كده ليه عشان تختفي؟ طب ما تمشيها وخلاص، ما سهلة يعني. ما هي اتخانقت معاها عشان تمشيها، بس هي ما رضيتش تمشي عشان هنا الإيجار رخيص وكده. طب بصوا بقى يا بنات، أنا هقول لكم الحقيقة. أنا دكتورة نجاه، دكتورة نفسية اللي بعالج حالة هناء. يعني مدام فريدة عارفة إن أنت اللي بتعالجي هناء؟ لا طبعًا ما تعرفش، وما ينفعش أي حد هنا يعرف. أنا بقول لكم أنتوا بس عشان تساعدوني، هناء حالتها بتتطور جدًا. أيوة يا جماعة، نقدر نساعدك إزاي؟ هو أنت ما تعرفش تعمل شاي خالص؟ ليه يا ابني؟ دول شوية شاي وزنة. وزنة وزنة، أه. اشرب اشرب. الإنسان مش طبيعي. مساء الخير يا أنسة شيرين. مساء الورد يا سعادة. دي مالها دي؟ قالت لي مساء الورد يا سعادة وادتني وردة. دي بتحبني يا عمر. وهي الطول يا ابني ده انا واقع. صبرني يا رب. بقى دي اخرتها، هبقى لوحدي بعد السنين دي كلها. عاوز اوصل للذهب يقع في ايد بنت غبيه. انا اللي تعبت وخلصت من كل اللي يقف في طريقي، مش عارف اخلص من حته بنت ما تسويش. أنا فريدة ممتاز، لعنتي تبقى شيرين. أكيد في حل، أنا أقدر أخلص منها وبسهولة، بس كده مش هعرف طريق الدهب. خبيثة، طلعتي عارفة كل حاجة، خبيثة زي أبوكي، لكن ذكائك خانك المرة دي. وهتشوفي، هتشوفي المرة دي فريدة هتعمل فيكي ايه. بصي، هو احنا الاكيد ان احنا مش هنقول حاجة عن اللي سمعناه، بس بصراحة يعني احنا ما بنحبش المشاكل، واحنا كنا جايين عشان نتعلم ونرجع بلدنا وخلاص. ايوه بالظبط، احنا ان شاء الله هندور على سكن جديدة عشان قدر حتى نوفر فلوس المواصلات. يا بنات انا مقدرة والله كل اللي انتوا بتقولوه ده، وعلى فكرة بقى انا مش عايزة منكم اي حاجة خالص، بالعكس اي واحدة فيكم تبقى محتاجة اي حاجة انا هساعدها واقف جنبها. انا بس عايزاكم تفكروا معايا، اللي حصل لسماح ده حصل لها ازاي؟ وبعدين سحر هي اختفت فعلا ولا شيرين بعت اعضائها زي ما باباها بيقول؟ والاهم من كده، نيلي اللي كانت شاطره في التعليم وكلها حيويه تنتحر ازاي؟ وازاي هناء بعد ما نامت في اوضتها صحيت تاني يوم الصبح عندها حاله عصبيه؟ اكيد شافت حاجه، اكيد شافت جريمه، اكيد حصل حاجه. انا بس عايزاكم تساعدوني. هو اكيد الحل عند شيرين. اشمعنى؟ هي شيرين دي وراها كل المصايب. أنسة شيرين، مدام فريدة مستنياكي.